عايزه اقول لكل بقى القله دي اللي هي قاعده طول النهار يعني ومستنيه، عايزه اقول لهم يا خساره، تحبوا افكر حضراتكم باللي عملوه اهل الشر، الجماعه واللي على شاكلاتها واليسرجيه وبتوع عصير الليمون وكل الشله اياها اللي كان اكل عيشها مربوط بان هم يبقوا كسالى وغير منتجين وما يشتغلوش ويجيلهم تمويل؟ المصري الاصيل ما بينساش اللي حولوا الشعب في لحظه من اللحظات لخارج المله. ده بيقولوا علينا ان احنا كنا مش على منهجهم فبيخرجونا خارج الملة، بس للحمد لله بيخرجونا خارج ملتهم لأنهم خوارج العصر، لكن إحنا الحمد لله إحنا الموحدين، واللي مسطرتنا اسمها مكارم الأخلاق، واللي بنعتمد في تديننا على النقل مش الاجتزاء زي بعضهم سواء يكونوا من السلفيين أو غيرهم. علشان كده عايزة أفكر حضراتكم، تفتكروا لو كانوا اختاروا مرشح غيرهم كان ممكن يختاروا مين؟ لما كانوا بيحاولوا يلعبوا كل البسطاء بدل ما يدوهم شعور بالكرامة كانوا بيلعبوهم بالمنحة، بدل ما يزودوا لهم الدعم في التموين كانوا بيدوهم كيس الزيت والسكر في الدارة علشان ياخد منه، ما هي مقايضة. علشان كده هم كانوا مسيطرين في ايه؟ في اي حاجة ما فيهاش انتاج. مش دول اللي دماغهم بتقول مش عارفة كام من الربح بتيجي في التجارة؟